مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج الحوار، ونحييكم من بكين. في 9 من ديسمبر العام الماضي أقيمت في الرياض أول قمة صينية عربية، وهي أكبر وأرفع اجتماع بين الصين والعالم العربي منذ تأسيس جمهورية الصين الشعبية. قام الرئيس شي جين بينغ والقادة العرب فيها بتخطيط العام للعلاقات الصينية العربية في العصر الجديد. في حلقة اليوم سنتحاور مع ضيفين كريمين حول تطورات العلاقات الصينية العربية خلال تلك السنة بعد إقامة القمة، وهما السيد جو شاولونغ مراسل من وكالة شينهوا للأنباء. مرحبا بكم أستاذ جو. وأيضا معنا عبر الإنترنت الدكتورة أونس زاليتاني، باحثة تونسية مقيمة ببكين. مرحبا بك أيضا أستاذ أونس. أهلا. دعونا نبدأ الحوار معكم أستاذ جو. أولا ننظر إلى المجال الدبلوماسي، ففي مارس 2023 تم استئناف العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران بواسطة الصينية، فما تقييمكم لدور الصين في هذا التطور المهم؟ لا شك أن هذا الأمر أمر مهم جدا، يلفت أن دور العالم في هذا العالم، وبالنسبة إلى هذا الأمر لعبت الصين دورا مهما وقدمت مساهمات استثنائية. وأعتقد الأمر نجاح هذا الأمر يتعلق بطبيعة لسياسة الخارجية الصينية. نعلم الصين تنتهج سياسة خارجية سلمية ومستقلة، فالطبيعة الأولى لسياسة الخارجية للصين هي أن هذه السياسة هي سياسة سلمية، فظلت الصين تدعو إلى تحقيق الاستقرار والأمن والسلام في عملية تدوير العلاقات مع كافة دول العالم. الصين لن تصنع الفوضى ولن تستفيد من المواجهات العسكرية ومن أي حرب، ولكن في الحقيقة بالعكس بعض الدول الكبرى استفادت من الحروب من الصراعات العسكرية بين الأطراف المختلفة. الصين فالصين دائما تدعو إلى صيانة الأمن والاستقرار والسلام في الشرق الأوسط، فهذا الموقف لعب دورا مهما. فالصين منذ البداية الصين قامت بواسطها بشكل نشط بين إيران والسعودية، فهذا الأمر ضمن ودفع إلى تحقيق النجاح بين البلدين. ولكن عندما أنت تدعو فقط إلى الحوار إلى السلام هذا لا يكفي، من الضروري أن لديك قوة تأثير وتحصل على ثقة من كافة الأطراف، فهذا الأمر يتعلق بالطبيعة الثانية لسياسة الخارجية للصين، هي أن الصين تنتهج سياسة مستقلة. فالاستقلال هذا يعني أن الصين في عملية تدوير العلاقات مع كافة الدول نحن نطور العلاقات بشكل مستقل، لن نميل إلى أي طرف. وطبعا مثلا بالنسبة لدول الشرق الأوسط العلاقات بين دول المنطقة معقدة جدا، ولكن بشكل عام الصين تحافظ على علاقات ودية مع كافة الدول المنطقة، فهذا في الحقيقة مهم جدا. فكل طرف يعلق أملا على الصين، والصين تحصل على ثقة من كل الأطراف، فكل طرف يعتقد أن الصين لن تميل إلى أي طرف، فمن خلال الوساطة سيحصل كل الأطراف على العدالة على الإنصاف. فعلى ضوء هذا نجحت الصين في دفع استئناف العلاقات الثنائية، تطبيع العلاقات الثنائية بين إيران والسعودية، فهذا مهم. ولكن أعتقد بصراحة الشرط الأساسي لتطبيع العلاقات الثنائية بين إيران والسعودية هو أن لدى البلدين نية قوية وحقيقية لتدوير العلاقات الثنائية، وخاصة اليوم تحتاج دول المنطقة إلى التعاون، فالتعاون سيجلب منفعة لكافة الأطراف، فالصراع والمواجهة لن تخدم المصلحة لأي طرف من الأطراف. ففي الحقيقة إيران والسعودية أظهرت نية قوية ومرونة وذكاء دبلوماسية في هذا الصدد.
نعم، وأيضا في المجال الدبلوماسي أستاذة أنس، في التعامل مع الوضع في قطاع غزة وتسوية الصراع بين إسرائيل وفلسطين، طبعا تحاول الصين أن تقدم ما في وسعها لتسوية هذا الصراع، فكيف تنظرين إلى الموقف الصيني تجاه هذا الصراع والجهود المبذولة من قبل الصين؟ بطبيعة الحال يعتبر الموقف السياسي الصيني بالغ الأهمية على الساحة العالمية فيما يخص القضية الفلسطينية، حيث بذلت الصين جهودا ملموسة للسعي إلى حل لهذا الصراع القائم الفلسطيني الإسرائيلي، وطرحت سلسلة من المقترحات لدعم القضية وطالبت بالتسوية السياسية للقضية الفلسطينية، هذا بالإضافة إلى أنها دعت إلى حل الدولتين لدعم سلام منطقة الشرق الأوسط وبقية دول العالم، حيث كرست الصين خلال هذا العام جهودها لتحقيق السلام في المنطقة، وأوضحت أن في العديد من المناسبات موقفها بشأن الوضع الحالي بين فلسطين وإسرائيل، ففي 15 من نوفمبر من هذا العام أشرفت الصين على تبني أول قرار لمجلس الأمن منذ اندلاع الأحداث في فلسطين، وشكل ذلك ما يمكن اعتباره بالخطوات الأولية نحو وقف إطلاق النار. وفي تاريخ 29 نوفمبر 2023 بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني وبمبادرة من الصين، عقد مجلس الأمن اجتماعا رفيع المستوى بشأن القضية الفلسطينية، وترأس الاجتماع وزير الخارجية الصيني وانغ يي، والذي أكد على أن الحوار والتفاوض هما الخيار الأفضل لإنقاذ الأرواح والطريقة الأساسية لحل النزاعات، وأنه يجب بطبيعة الحال العمل من أجل وقف شامل ودائم لإطلاق النار بأقصى يعني التقديرات وألح السرعة. وطالبت الصين خلال الاجتماع أيضا بضرورة اتخاذ المزيد من الإجراءات العملية والقوية لحماية المدنيين وإدانة أعمال العنف والهجمات ضد المدنيين، ودعت إلى إدانة أي انتهاكات للقانون الإنساني الدولي، إذ تؤكد الصين تقريبا في كل المناسبات بأنها صديق مخلص لفلسطين وللشعب الفلسطيني، وذلك ما جاء أيضا في الاجتماع الاحتفالي اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، حيث بعث الرئيس الصيني شي جين بينغ برسالة تهنئة إلى المؤتمر التذكاري، وهي دلالة بطبيعة الحال قوية تظهر بشكل كامل دعم الصين الثابت للقضية وحق الشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه الوطنية المشروعة. كما طالبت الصين بحل الدولتين بشكل حقيقي وكامل وواضح، وقدمت ورقة تسمى بورقة موقف جمهورية الصين الشعبية بشأن حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. واستقبلت الصين أيضا خلال هذا العام وفدا مشتركا من وزراء خارجية البلدان العربية والإسلامية في بكين، وتوصلت معهم إلى توافق بشأن عقد اجتماع عالي المستوى لمجلس الأمن الدولي. وقد دعمت الصين في تقريبا في تاريخ 12 ديسمبر 2023 القرار الذي تقدمت به الدول العربية، والتي تطالب فيه بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة والامتثال للالتزامات بموجب القانون الدولي. وأكدت بكين على أنها مستعدة لمواصلة العمل مع كافة الأطراف للقيام بدور إيجابي وبناء في تحقيق السلام الدائم بين فلسطين وإسرائيل من خلال حل الدولتين. هذا وقد عبرت الصين عن خيبة أملها إزاء استخدام الولايات المتحدة الأمريكية حق الفيتو ضد مشروع قرار مجلس الأمن الذي يدعو إلى التنفيذ الفوري لوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية. وحتى تاريخ اليوم وبالأمس أيضا في 19 ديسمبر أو في أي يوم تقريبا حين نتابع الأخبار الصينية ويعني أي تصريح رسمية صينية، تحث الصين الولايات المتحدة وتحث كل الأطراف على الكف عن عرقلة قرارات الأمم المتحدة بشأن وقف إطلاق النار في غزة، إذ ترى أن الحوار والتفاوض هو الخيار الأفضل لإنقاذ الأرواح والطريقة الأساسية لحل النزاعات. كما تؤكد الصين طبعا على دعمها للشعب الفلسطيني ولهذه القضية من خلال إرسال العديد من المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني. وهذا الموقف الصيني ليس حديث يعني حديثا، بل هو موقف قديم ويضرب في تاريخ منذ تاريخ طويل ومنذ سنوات طويلة، وموقف الصين تجاه هذه القضية هو ثابت ولم يتغير.
نعم شكرا. ومع حلول العام الجديد نتمنى أن يكون هناك أمال جديدة للسلام في المنطقة وفي العالم كله. فأستاذ جول، دعونا ننتقل إلى المجال الاقتصادي والتجاري. سندخل قريبا عام 2024، وهذا يعني أن كل من مصر والسعودية والإمارات ستنضم إلى مجموعة البريكس رسميا، وهذا حسب قرار قمة البريكس في أغسطس 2023. فكيف تنظر إلى انضمام ثلاث دول عربية إلى مجموعة بريكس دفعة واحدة؟ أولا مبروك للدول العربية الثلاثة. في الحقيقة هناك 6 دول أعضاء جديد لمجموعة بريكس وتمثل الدول العربية نصفها، فهذا يعد عود توسيع لعضوية مجموعة بريكس خلال نحو 12 سنة مضت، لأن تم قبل 12 سنة تقريبا تم قبول أفريقيا الجنوبية، فهذه المرة انضمت 3 دول عربية إلى مجموعة البريكس. فهذا أولا يعكس انفتاح هذه المنظمة، لأن هذه المنظمة في الحقيقة في المستقبل سيتم قبول مزيد من الأعضاء الجدد إلى هذه المنظمة. وهذا أيضا بصراحة يجسد أن الصين في الحقيقة لعب دورا مهما في هذه العملية. لاحظنا أن بالنسبة إلى الآليات والمنظمات التي تلعب الصين دورا ريادية أو قيادية فيها، فهذه المنظمات والآليات تحرص على زيادة الانفتاح. فإلى ذلك على سبيل المثال في هذا العام في عام 2023 انضمت الكويت والإمارات إلى منظمة شانغهاي للتعاون أيضا، فقد حصلت 6 دول عربية على عضوية في منظمة شانغهاي للتعاون، فهذا يعكس على الدعم الصيني لانفتاح هذه المنظمتين المهمتين. وهذا أيضا يعكس المكانة المتزايدة للدول العربية، لأن أدوار العالم العربي مهمة جدا، فمن حيث الاقتصاد وفي المجال السياسي والثقافي والاجتماعي أيضا. فبعد انضمام الدول الثلاثة إلى مجموعة البريكس، فهناك عدد أعضاء بهذه المنظمة 11 دولة، فهذه الدول تمثل نحو 46% من عدد سكان العالم ونحو 40% من إجمالي الحجم الاقتصادي العالمي. فهذه المجموعة مهمة جدا، وسياساتها الاقتصادية ستلعب دورا مهما بالنسبة إلى الوضع الاقتصادي العالمي. ففي إطار هذه المجموعة بإمكان الدول العربية تعميق التعاون التجاري والاقتصادي مع الصين، وأيضا في الحقيقة هناك آلية ثنائية بين الصين والدول العربية، وهذا يعني أن الجانبين يحرصان على تعميق وتعزيز التعاون على الساحات المختلفة. فبالنسبة إلى الدول العربية لاحظت أن في هذه السنوات وخاصة خلال السنوات العشرة الماضية أظهرت الدول العربية نية قوية متزايدة لزيادة الانفتاح، لأنها تواجه تحديات أيضا تحديات اقتصادية واجتماعية. فهذه الدول مهما رغم أن الظروف الاقتصادية والاجتماعية للدول العربية متفاوتة، ولكن بشكل عام العالم العربي اليوم يسارع في زيادة الانفتاح، فهذا أيضا فرصة للعالم، وأيضا بإمكان الدول العربية الاستفادة بشكل كامل من هذه الآليات الدولية. وفي هذه العملية الصين ستعزز التعاون مع الدول العربية، وخاصة في العام الماضي قد تجاوز حجم التبادل التجاري بين الصين والدول العربية 34 مليار دولار أمريكي، وهذا بزيادة نحو 10 أضعاف مقارنة عن الحجم المسجل قبل 10 سنوات. ففي إطار مجموعة بريكس وخاصة بعد انعقاد القمة الصينية العربية الأولى، ستشهد التعاونات الاقتصادية الثنائية مزيدا من الإنجازات. نعم شكرا. وهناك بعض التساؤلات الأخرى حول التعاون بين الصين والدول العربية سوف نسألها بعد قليل. فاصل قصير ثم نعود إليكم، فابقوا معنا.
مرحبا بكم من جديد. الآن واصل الحديث. فأستاذة أنس، لأسباب عديدة ما زال الاقتصاد العالمي يواجه تحديات وضغوط شديدة ومختلفة، لكن طبعا هناك أداء يعني جيد يمكن نقول، كما تفضل الأستاذ جو قبل قليل، في حجم التبادل التجاري بين الصين والدول العربية. فما تقييمكم أنت للتعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين والعالم العربي؟ بطبيعة الحال يمكن القول أن العلاقات العربية الصينية قد شهدت تطوراً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، وتعمقت أكثر بعد زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى المملكة العربية السعودية وإقامة القمة الصينية العربية الأولى في ديسمبر 2022. وقد أشاد الرئيس الصيني خلال الزيارة بروح الصداقة الصينية العربية التي تمتد لألاف السنين، واقترح بناء مجتمع صيني عربي للمستقبل المشترك نحو عصر جديد. وقد فتحت هذه الزيارة التي يمكن وصفها التاريخية أفاقا جديدة لمواصلة تحقيق المزيد من النتائج المثمرة للتعاون بين الجانبين، حيث أقامت الصين تعاونا شاملا مع العديد من الدول العربية، كما تبلورت الصداقة العميقة بين الجانبين في العديد من الجوانب في عام 2023، أهمها التبادلات التجارية والتي شهدت نموا بين الجانبين، خاصة بعد انضمام 22 دولة عربية إلى مبادرة الحزام والطريق، بالإضافة إلى إقامة علاقات شراكة شاملة بين الصين والعديد من هذه الدول العربية، وهو ما يظهر التعاون التجاري المتطور بين الجانبين، إذ تعتبر الصين تقريبا الشريك التجاري الأول والأهم لأغلب أو للدول العربية بحوالي 200 مليار دولار أمريكي في النصف الأول من عام 2023، مع تنوع كبير في المنتجات التي لم تعد تقتصر فقط على الملابس والنسيج مثل ما كان في السابق، بل شملت أيضا الآن العديد من المعدات والآلات المتطورة وأيضا المنتجات الجديدة الواعدة. وتتميز العلاقة التجارية بين الصين والدول العربية بأنها أصبحت أكثر توازنا، إذ لم تعد الصين هي يعني من تصدر فقط المنتجات إلى الدول العربية، لتصبح الآن الدول العربية أيضا يعني مصدرا أو تتصدر القائمة ضمن أهم الدول التي تصدر منتجاتها إلى الصين. تعتبر على سبيل المثال الحصر السعودية مثلا أكبر مورد للنفط الخام إلى الصين، وأيضا في مجال الغاز الطبيعي يمكن أن يعني تسجل دولة قطر والجزائر أرقاما مميزة في تعاونها مع الصين. وقد وقعت الصين في عام 2023 العديد من اتفاقيات التعاون مع الدول العربية في مجال النفط والمحروقات، لتمتد بعض هذه الاتفاقيات إلى أكثر من 20 عاماً أو حتى أكثر من 25 عام، كما أنشأت شركات صينية العديد من محطات لمعالجة الغاز الطبيعي في الدول العربية، من بينها مثلاً العراق يعني أقامت شركات صينية محطات لمعالجة الغاز الطبيعي في العراق، يوفر يعني حتى أيضاً مواطن شغل للمواطنين، ويوفر أيضاً بيئة نظيفة جديدة في خضم العلاقات الصينية العراقية أيضاً. بالإضافة إلى التبادلات التجارية والتعاون في قطاع المحروقات والطاقة، فقد شهد التعاون في الاستثمار بين الدول العربية والصين نمواً واضحاً، فقد شهد الجانبان تعاوناً مكثفاً برز خاصة بعد الإعلان عن اتفاقيات في معرض الصين والدول العربية السادس في منطقة نينسيا في سبتمبر 2023، حيث تم توقيع اتفاقيات تشمل أكثر من 400 مشروع باستثمارات إجمالية تزيد عن 23 مليار دولار أمريكي، تغطي مجالات متعددة من الاقتصاد والتجارة، العلوم، التكنولوجيا والطاقة وغيرها من المجالات الأخرى. كما أن هناك العديد من المؤتمرات بين الصين والدول العربية، أهمها مثلا مؤتمرات رجال الأعمال العرب ورجال الأعمال الصينيين، ويتم خلالها توقيع العشرات من الاستثمارات والعقود للتعاون الثنائي، حيث أن التعاون إجمالا خلال هذا العام بين الصين والدول العربية بالرغم من كل الصعوبات التي يشهدها يعني الاقتصاد العالمي، إلا أنها سجلت نجاحاً بارزاً في التطور والنمو خلال هذا العام.
نعم شكرا. هذا بالنسبة إلى التعاون التجاري والاقتصادي. دعونا ننظر إلى مجال الثقافي أستاذ جو. مع انتهاء جائحة كورونا لاحظنا زيادة ملحوظة لزيارات المتبادلة بين الصين والدول العربية. هل من الممكن أن تذكروا لنا بعض الفعاليات الثقافية بين الجانبين؟ التبادل الثقافي جزء مهم من بناء مبادرة الحسام الطريق، لأن لا يمكن أن نكتفي بتبادل السلع والخدمات فقط، بل يجب أن نهتم بزيادة التفاهم والتقارب بين الشعبين. فالصين والدول العربية في هذا الصدد فعلت كثيرا وحققت نتائج ملموسة. فعلى سبيل المثال، خلال هذا العام هناك أنشطة ثقافية وتبادلات ثقافية متنوعة، مهما كانت كبيرة أو صغيرة. فمثلا بالنسبة إلى السفارات العربية، نحن كل شهر قامت أو شاركت في أنشطة ثقافية متنوعة في كل أنحاء الصين. فبالنسبة إلى التبادل الثقافي بين الجانبين، في أبريل الماضي كانت هناك ندوة بين الفنانين الصينيين والعرب في القاهرة، وفي هذا الحدث تم قراءة رسالة من رئيس الصين شي جين بينغ راتن على ممثلي الفنانين العرب المشهورين الذين شاركوا في ملتقى طريق الحرير في الصين. فشجعهم رئيس شي على الإبداع المزيد من الأعمال الفنية لتعكس الصداقة بين الصين والعرب. فلا شك أن في المستقبل سنشهد مزيدا من التبادلات الثقافية بين الجانبين، وسنقرأ مزيدا من الأعمال الفنية والثقافية من قبل الصينيين والعرب. إلى ذلك، في هذا العام أيضا تم عقد الدورة الأولى لمنتدى الصين والعرب لتنمية الشبابية. وخلال هذا المنتدى توافق الجانبين إلى إفساح المجال كاملا لتعزيز دور التبادلات الثقافية. إلى ذلك أيضا تم عقد دورة جديدة لمنتدى التعاون الصيني العربي للإذاعة والتلفزيون. وهناك منتديات متنوعة، وخاصة منذ عقد القمة الصينية العربية الأولى. في الحقيقة بالنسبة إلى هذه الأنشطة الثقافية، هناك منتديات وأنشطة متنوعة في شتى المجالات. فكما تفضلت الأستاذة أمس أن كان هناك مؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين، هذا في دبي، وأيضا هناك تم عقد دورة رابعة للحوار بين الحزب الشيوعي والأحزاب الدول العربية. واجتماع دورة 18 لكبار المسؤولين في إطار منتدى التعاون الصيني العربي ومعرض الصين والدول العربية 6 في نينشيا، وأيضا دورة 4 لمنتدى التعاون الصيني العربي للإصلاح والتنمية. فهناك منتديات متنوعة. فهذا يعني في الحقيقة هذه السنوات هناك نقطة جديدة للتبادل الثقافي والتبادل في شتى المجالات بين الصين والدول العربية. هذا يعني أن المقاطعات والأماكن المختلفة في الصين تحتاج هذه المنتديات. في الماضي كانت تركز هذه الأنشطة على مدينة بكين وبلدية شانغهاي وغوانغشو، ولكن هذا الأمر، هذا الترتيب الجديد سيزيد من شعبية الدول العربية لدى كافة المقاطعات والمدن الصينية، فسيساهم في تعزيز التفاهم بين السكان الصينيين وبين الشعب العربي. نعم أستاذ أنس، بالنسبة إلى تعاون التكنولوجي، هناك إنجازات عديدة أيضا. مثلا قبل فترة وقعت الهيئة الوطنية الصينية للفضاء ووكالة الفضاء المصرية على مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الفضائي بين البلدين، واتفاق تعاون في محطة الأبحاث الدولية على القمر. فكيف تستعرضين تعاون بين الصين والدول العربية في مجال العلم والتكنولوجيا؟ فيما يخص التعاون
في هذا المجال، فقد أصبح الفضاء في السنوات الأخيرة مجالا جديدا ومهما للتعاون بين الصين والدول العربية. ويحمل هذا التعاون الذي يعني يقوم على أساس الاحترام المتبادل والانفتاح والمساواة والمنفعة المتبادلة أهمية كبيرة نظرا لدوره في تطوير وتعزيز العلاقات بين الطرفين ودفعها نحو الأمام. ففي مجال الفضاء والأقمار الصناعية مثلا، أنشأت الصين والدول العربية منتدى التعاون الصيني العربي لنظام بايدو للملاحة عبر الأقمار الصناعية كآلية للتعاون، وتم افتتاح مركز التميز الصيني العربي لنظام بايدو في تونس كأول مركز خارج البلاد لهذا النظام عبر الأقمار الصناعية. كما وقعت الصين على العديد من وثائق التعاون مع الجزائر والسودان ومصر والسعودية والإمارات وغيرها من الدول العربية الأخرى في مجال الفضاء والأقمار الصناعية. وساهمت الصين في إطلاق القمر الجزائر الاتصالات في عام 2017، أيضا قمرين صناعيين للسعودية والقمر الصناعي السوداني للاختبارات العلمية إلى الفضاء، كلها يعني بمساعدات صينية تجاه هذه الدول العربية، بالإضافة إلى إقامة دورات تدريبية مهمة بشأن تقنيات الملاحة عبر الأقمار الصناعية وتبادل الخبرات في هذا المجال. فالصين لا تقتصر بهذه المعلومات لعلمائها ولنفسها فقط، بل تشير كل المعلومات التي يمكن مشاركتها مع بقية الدول العربية في خضم تعزيز التعاون الصيني العربي في هذا المجال. وقد صرح الرئيس الصيني شي جين بينغ في القمة الصينية العربية الأولى في عام 2022 أن الصين تلتزم بتعميق التعاون في مجال الفضاء مع الدول العربية وتحقيق نجاحات مشتركة في هذا المجال. وأعرب الرئيس الصيني عن استعداد بلاده لتحقيق ابتكارات جديدة للتعاون في مجال الفضاء، حيث تحرص الصين على إطلاق سلسلة من مشاريع التعاون مع الدول العربية في مجالات الأقمار الصناعية للاستشعار عن بعد والاتصالات والتطبيقات الفضائية والبنية التحتية الفضائية. وقد أعلنت الصين منذ 2022 أنها مستعدة لإجراء التعاون في تدريب رواد الفضاء حتى العرب والترحيب برواد الفضاء من الدول العربية للدخول إلى محطة الفضاء الصينية للعمل بشكل مشترك مع رواد الفضاء الصينيين وإجراء التجارب العلمية الفضائية والتعاون بشأن النقل الفضائي في إطار المهام الفضائية الصينية. وفي عام 2023 ساهمت الصين في إطلاق القمر الصناعي طبعا كما ذكرتم مصر سات 2 من مركز صيني، وذلك يعتبر أول تعاون في المجال الفضائي والتكنولوجي بين الصين وإحدى الدول المشاركة في مبادرة الحزام والطريق. أكتوبر 2023 أيضا أقامت المنظمة العربية لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات الدورة الرابعة لمنتدى التعاون العربي الصيني للملاحة بالأقمار الصناعية لنظام بايدو، وشهد هذا الحدث الهام حضورا يعني مميزا للعديد من الوفود رفيعة المستوى من الجانب الصيني والجانب العربي ومسؤولين من الهيئات والمنظمات العربية والإقليمية ووكالات ومراكز الفضاء العربية والصينية، وأيضا العديد من الخبراء البارزين في مجال الفلاحة. وتم تعزيز التعاون الثنائي بين الدول العربية والصين في تحديد بيانات الملاحة والمواقع بدقة متناهية وتمكين استغلالها في كل المجالات الحياتية للشعب الصيني والشعب العربي. وكل هذا التعاون بين الصين والدول العربية في مجال الفضاء سيساهم بطبيعة الحال في تعزيز وتعميق التعاون بين الجانبين وتطوير العلاقات في مجالات مهمة تعود بالنفع على حياة الشعوب العربية في المستقبل القريب. وتم تعزيز التعاون الثنائي بين الدول العربية والصين في تحديد بيانات الملاحة وهذا يعني بدقة متناهية، وهذا يعود بالنفع لاستغلال هذه التقنيات في المجالات الحياتية، خاصة منها التي تشمل رسم الخرائط والمسح الأرضي ورصد البيئة والزراعة الدقيقة وإدارة الموارد الطبيعية والإنذار بالكوارث والاستجابة لمقتضيات الطوارئ والطيران والنقل البحري والبري ومجالات البحوث مثل التغير المناخي وغيرها يعني من البيانات الملاحية والمواقع شديدة الدقة أو متناهية الدقة. وكل ذلك يعني يساهم في تطوير كما قلت حياة الشعوب العربية وأيضا الصينية. وهذا التعاون في مجال الملاحة والفضاء يعتبر نقلة نوعية في نوعية التعاون بين الصين والدول العربية، يعني تتماشى مع تطور العصر وتتماشى مع
متطلبات الشعوب في هذا العصر الذي يتطلب الكثير من التعاون والكثير من الدقة والكثير في خاصة في المجالات المتطورة.